الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المكثف إلى حد ما مقدمة إلى علم التزويد والإمداد، علم التزويد والإمداد، وهو ما يسمى باللوجيستيك. إذن Introduction to Logistics هو من العلوم الحديثة والتي تطلبها الآن، يعني يتطلبها قطاع الأعمال بشكل ملحوظ جدا. وعلى بركة الله نبدأ. يعرف علم التزويد والإمداد بأنه فن ومعرفة عميقة، إذن فن ومعرفة عميقة في كيفية الحصول على وإنتاج وتوزيع المواد والمنتجات في المكان المناسب والكميات المناسبة. وتعرف إدارة التزويد والإمداد بأنها قوة ومهارة التخطيط والتنفيذ والضبط في سبيل تأمين المواد والمنتجات من أماكن تخزينها إلى أمكنة إنتاجها أو بيعها أو عرضها بأفضل الوسائل وأقلها كلفة بطريقة تسد حاجة المستهلك. إذن علم التزويد والإمداد هو فن ومعرفة عميقة في كيفية الحصول على وإنتاج وتوزيع المواد والمنتجات في المكان المناسب والكمية المناسبة. أما الإدارة فإنها قوة ومهارة، مهارة التخطيط طبعا والتنفيذ والضبط في سبيل تأمين المواد والمنتجات من أماكن تخزينها إلى أمكنة إنتاجها أو بيعها وعرضها بأفضل الوسائل وأقلها كلفة بطريقة تسد حاجة المستهلك. هذا الآن الهدف النهائي قبل الربح. الآن هنا نفترض بأن هذا الآن السلسلة، هنا المصنع أو مكان التخزين، المصنع أو مكان التخزين، هنا يذهب بوسائط النقل المتعدد، ربما تكون باخرة وحاويات، ربما تكون باخرة سفينة طائرة عفوا، وهنا شاحنات وهكذا. ربما الآن نستخدم العمالة اليدوية حتى تصل بالأخير إلى المستهلك النهائي. هذا بالآن بهذا الاتجاه بنسميه إحنا تدفق بسهولة ويسر، تدفق أمام، وهنا التدفق إلى الخلف يجب أن يكون كذلك أمر تدفق بسهولة ويسر. نتابع. هناك خلط في بعض الأحيان بين سلسلة التوريد اللي هي supply chain، سلسلة التوريد supply chain من جهة، والتزويد والإمداد logistic من جهة أخرى. هنا يعني بكثير من الأشخاص يخلطون بين سلسلة التوريد اللي هي supply chain من جهة والتزويد والإمداد من جهة أخرى اللي هي logistic. تعنى سلسلة التوريد بتحويل المواد الخام إلى بضائع ثم توريدها إلى المستهلك النهائي. أما التزويد والإمداد اللي هو لوجستيك وهو محل عنايتنا في هذا المقطع، فتعنى بحركة المواد في سلسلة التوريد. مهم جدا. أساسيات فن التوريد والإمداد، هناك سبعة أساسيات طورها المختصون بفن وعلم التزويد والإمداد، وهي ما يطلق عليها المختصون وما يطلق عليها المختصون الأساسيات سبع، the seven R's. هذه الأساسيات السبعة اللي هن أساسيات فن التزويد والإمداد. أولا أن تكون البضاعة مناسبة، البضاعة التي تتدفق في سلسلة التوريد مناسبة، وأن تكون بالكميات المناسبة. إذن يعني لنفترض أن نتحدث الآن عن شكل أو نوع معين من أنواع العصير أو الأكل، طعام السمك، هناك على سبيل المثال، هنا الآن يجب أن تكون الكميات مناسبة، ثم أن تكون بحالة جيدة، نورد البضاعة المناسبة بالكمية المناسبة بالحالة الجيدة إلى المكان المناسب بالوقت المناسب إلى الزبون المناسب بالسعر المناسب. هذه سبعة أساسيات مهمة جدا، أرجع لها ثاني مرة بعد إذنكم لأنها مهمة. البضاعة المناسبة بالكميات المناسبة بالحالة المناسبة، يعني حالة البضاعة مناسبة غير فاسدة شو مكان، يعني الآن بالمكان يجب أن تورد إلى المكان المناسب في الوقت المناسب إلى الزبون المناسب وأخيرا بالسعر المناسب. هاي السبن R's هكذا استخدمها علماء التزويد والإمداد الغربيون، سميها right product, right quantity, right condition, right place, right time, right people,
and write price. 7 R's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. هذه الأساسيات التي يعني يفتخر بها علماء التزويد والإمداد. نتابع العمليات المتعددة للتزويد والإمداد. هنا الآن عمليات ربما وسائط نقل المنتج في سلسلة التوريد، ربما أحتاج إلى حافلة، إلى سفينة، إلى دراجة، إلى سيارة، إلى قارب، قارب سريع ربما، هنا ترك أو ما يسمى بشاحنة وسيطة، طائرة الكوبتر، أو عبارة عن أنابيب، يعني مثلا سلعة الغاز الطبيعي الذي يستخدم في التدفئة والطبخ وما شابه شكل أنابيب. نقل الركاب، باصات نقل بضائع أو ربما ركاب، هنا نقل بضائع بين ضفتي نهر، هنا نقل ركاب بسرعة أو ربما يعني شو ما كان، هنا عبارة عن شطيرة فلافل أو شاورما، طائرة، شاحنة وسيطة، قارب سريع، وهكذا. هاي وسائط النقل المتعددة. هناك لشركة ما نسميها هنا شركة أبجد هوز مستودعات التخزين. لاحظوا لي مستودعات التخزين واحدة يعني أو واحدة من الأشياء اللي استقبال تستخدم في استقبال والتخزين وتوريد البضائع. وهنا لاحظوا لي السلسلة المهمة للتزويد والإمداد عن طريق طرف ثالث، ربما طرف ثالث، هذا المصنع ربما يستخدم وسط آخر أو يعني شركة أخرى من أجل أن تغلف المنتج، ثم الذي يغلف يعني يرسلها إلى المستودع كي يخزنها، ثم تأتي شركة أخرى أو يعني وسيط آخر أو طرف ثالث نسميه إحنا هنا بنقل البضائع من المستودع إلى الاستهلاك النهائي. هذا كله هاي الآن طبعا قبل اللي هي العمليات المتعددة والمتتالية للتزويد. هناك ما يسمى بالتزويد والإمداد العكسي reverse logistics. نبدأ من الصناعة ثم التزويد ثم بيع التجزئة تصل إلى المستخدم النهائي. ربما الآن في بعض البضائع التي تتعرض إلى الخراب أو أنها بتكون تالفة أو لأي سبب من الأسباب المستخدم النهائي يعني يرفضها، فالآن في مكان للتجميع ثم إما تتصلح يعني تصليح أو يعاد تدويرها تذهب إلى الصناعة ثاني مرة. هذا نسميه إحنا التزويد والإمداد العكسي reverse logistics. سأبين في المقطع هذا القادم الآن هو هذا الشريحة هذه التزويد والإمداد الأمامي forward logistics والتزويد الأمامي العكسي والإمداد العكسي reverse logistics. هنا الآن نبدأ بمواد خام، تذهب هذه المواد الخام إلى حالة التصنيع ثم تجميع أولي، ربما سيارات مثلا هنا تجميع نهائي، أو الله أعلم لو بتكون عندي قماش الآن منصنح على شكل ألبسة، هنا توضع القمصان لوحدها وربما البناطيل أو الجاكيتات المعاطف لحال، هنا الآن تجمع مع بعضها بعض ربما، وهنا تخزين ثم الآن إلى الزبون النهائي. الآن ربما بالطريقة العكسية هذا الفورورد نسميها هلا بسميه فورورد لوجيستيك أو التزويد والإمداد الأمامي. الآن ربما تنعكس الصورة إعادة استخدام من الزبون، هذا يقول لك أنا أرفضها أو يعني لم أحتاج إلها أو أتتني في المكان والزمان غير مناسبين هنا، فتذهب الآن إلى التصليح إذا كان مرفوضة لأسباب فنية ربما يعاد تصليحها وتخزن، أو أنها إعادة تصنيع ربما، وأخيرا قبلها اللي هي إما رفضها رفضا نهائيا تدوير فتذهب على شكل مواد خام. هذا الآن تزويد وإمداد إلى الأمام، في حين بأن هذا العمل من هنا إلى الأخير هنا تزويد وإمداد عكسي. مهم جدا أحبتي أن تتابعوا هذه الآن هذه الشريحة هنا لأنها تبين الفرق بين التزويد والإمداد الأمامي والتزويد والإمداد العكسي. نتابع المبدأ الأساسي المتعلق بالكلفة، بالكلف كلفة، لأنه هذه العمليات تزويد إمداد تحتاج إلى يعني أشخاص متخصصين عارفين يعني عالمين بالأمر، أوكي، وهناك كلفة، فيجب الآن على إدارة التزويد والإمداد أن تتبنى المبدأ الأساسي بالقيمة المحققة من التزويد، عفوا هنا خطأ طباعة، التزويد والإمداد، أن توازن بين الكلفة والخدمة، ما هي الخدمة المقدمة وما هي الآن الكلفة التي تتحقق من ذلك
فيجب عليها أن توازن الإدارة. إيه الآن الأهداف والوسائل، أعتذر الخطأ طباعة ثاني مرة، الأهداف والوسائل الوسيطة لشبكة تزويد الإمداد كي تحقق أعظم الأرباح القابلة للاستدامة. إذن الأهداف والوسائل الوسيطة لشبكة التزويد والإمداد كي تحقق أعظم الأرباح القابلة للاستدامة. يجب الآن على الإدارة أن تستجيب بسرعة للتغير في السوق. الاستجابة السريعة للتغير في السوق هي أول يعني هدف ووسيلة وسيطة. نأتي الآن أن نقلل ما أمكن أو تقلل الإدارة ما أمكنها ذلك. لاحظوا هنا كلما ازدادت كمية الخدمات نوعية الخدمات. إذا كان في اختلاف شديد يعني كلما زادت كمية الخدمات نوعية الخدمات بتقل، معنى ذلك بأن هذه الشركة ستواجه صعوبة وربما فشل وإخفاق وإغلاق. فيجب أن يكون التباين في نوعية المنتج قليل جدا جدا. نأتي الآن على تقليل الكلفة الكلية. هناك كلفة رأس المال، كلفة التخزين، كلفة الصيانة، كلفة الشط، كلفة مخاطر المخزون. هاي الكلفة الكلية أو ما يسمى بالكارين كوست يجب أن تكون أقل ما يمكن يعني، وهي الأعمال المناطة بالإدارة بإدارة التزويد والإمداد. هنا الآن ربما واحدة من الوسائل توحيد مكان توريد المنتجات، رغم أنها بضائع متعددة، ربما هناك آلات تصوير، ربما حواسيب، ربما ألبسة فوضعت بالحاوية. لا نرسل مثلا في بعض الحالات الملابس لوحدها أو ربما آلات التصوير لوحدها أو الحواسيب لوحدها. ربما نضطر من أجل أن نقلل الكلفة وسرعة التوصيل إلى توحيد مكان توريد المنتج. وهنا يجب أن تصل إلى المستهلك النهائي بنوعية ممتازة، هاي كواليتي، من نوعية ممتازة. وقبل الأخير هنا أولوية للمنتجات القابلة للتدوير، خاصة يعني أدوات التغليف وما شابه أو حتى البضاعة النهائية نفسها. إذن هنا أولوية المنتجات القابلة للتدوير. نتابع، هناك استراتيجية محددة تتبعها في العالم شبكات التزويد والإمداد من أجل تحقيق أفضل الغايات. أول شيء يجب أن تكون كل العمليات من التصنيع إلى التخزين والتوريد ثم الوصول للمستهلك منسقة. لاحظوا لي يعني هنا عدد الأشخاص على هذه الدراجة الغريبة، متعددة الأشخاص، إذا لم يتعاضدوا وينسقوا حركتهم فهذا الشخص سيهلك لأنه يكون هو في المقدمة. وبالتالي الآن يجب أن تتسم عمليات هذه الاستراتيجية بالتنسيق أو الفريق. ثانيا لاحظوا هلا تنسيق تزويد والإمداد، تصنيع، توريد، تسليم. هنا التصنيع، هنا بنورد، هنا بنسلم، يجب أن تكون متسقة ومتعاضدة كل هذه العمليات. بالنسبة للمعلومات مهم جدا جمع المعلومات عن كل من له علاقة بعملية التزويد والإمداد، تحديث هذه المعلومات، توظيف المعلومات، تحديد شبكة المنشغلين بالشبكة وتحديدها باستمرار. لماذا تحديد شبكة المنشغلين بالشبكة وتحديدها باستمرار؟ لأنه مرات تكون سلاسل التوريد تختلف، تصير في عندي انقطاع، إذن يجب علي أن أبحث عن البديل بسرعة. هنا تقليل عدد العاملين والمنشغلين بسلسلة التوريد التزويد والإمداد، كلما قل العدد كلما كانت الكفاءة أكثر وبالكلفة أقل الربح أعظم، لكن شرط أن لا نخل بكفاءة يعني وصول المنتج بنوعية ممتازة بالوقت المناسب بالسعر المناسب إلى المستهلك النهائي. وهنا أخيرا توزيع المخاطر، يجب أن توزع مخاطر سلسلة التوريد والتزويد والإمداد على كل المشغلين فيها، سواء في المصنع يجب أن لا يتحمل كامل المسؤولية، وهنا التوريد يجب أن لا يتحمل كامل المسؤولية، وعمليات التسليم كذلك الأمر، والعاملون يجب أن لا يتحملوا كامل المسؤولية. فيتوزع المخاطر على كل الجهات المعنية. الآن المعلومات والعمليات الأخرى فتشمل ما يلي الآن: تحسين عمليات التواصل مع كل الشركاء والزبائن. مهم جدا على إدارة التزويد والإمداد أن تحسن عمليات التواصل مع كل الشركاء والزبائن، التعاون مع كل الموردين لمتابعة ما يجري من اتجاهات. ربما الآن بعض المصانع أو بعض الشركات التي تعمل في قطاع إنتاج سرعة معينة الاتجاه مخالف لهذه السرعة أو ضد هذه السرعة، هناك اتجاه لسرعة أخرى، وبالتالي يجب أن تتعاون كل الجهات مع
مع كل الموردين متابعة ما يجري من اتجاهات. هنا تتبع مخزون المنتجات بوسائل التقنية المتاحة، ربما GPS، ربما أي وسيلة تقنية، حواسيب، حتى نعرف المخزون وكميته وأين يوجد، لأنه ربما يكون في عندي شبكة تزويد وإمداد عالمية. هذا لا يعني فقط أننا نتحدث عن إقليم معين أو بلدة معينة، نتحدث عن بلدة وإقليم ومجموعة من الدول، ربما عالم كله، زي Amazon.com مثلا، من أرقى الشركات ويعني أكثرها كفاءة. هنا نأذي على حفظ المخزون جاهزا للشحن والتوصيل، يعمل على تقليل هنا يكون جاهزا جاهز الشحن والتوصيل، مخزوننا من البضائع والخدمات حفظه جاهز الشحن والتوصيل، هذا يعمل على تقليل التكاليف ثم تعظيم الربح، تفادي خلط البضائع في المستودعات بشكل غير سليم، وتجهيز المستودعات لاستقبال منتجات جديدة. هنا كثير من الشركات تقع وترتبك عندما تختلط عليها الأمور وتخزن بضائع مختلفة، فتقلل طبعا في مكان واحد، أو بكون في فوضى عارمة في المستودعات، فيجب عليها أن تتفادى حدوث مثل هذا الشيء. خلط شحنات المنتجات المختلفة كي يكتفي بطلب الزبائن، هذا لا يتناقض، يعني هنا خلط شحنات المنتجات المختلفة كي يكتفي بطلب الزبائن، يعني Amazon.com لها مستودع في جبل علي في دبي، يخزن آلات تصوير، يخزن حواسيب، يخزن أدوية، يخزن أدوات وأجهزة مختلفة، فبضعوا بمستودعات قريبة من بعضها البعض حتى الآن يهون عليها. وأخيرا محاولة تقليل الوقت اللازم للتخصيص على البضائع المطلوبة تجهز، هاي خاصة في الدول الضعيفة، الجمارك والضرائب وما شابه، تريد أن تتحقق من كل شيء، فيجب أن يكون هناك تعاون من الدولة مع شبكة التزويد والإمداد في محاولة تقليل الوقت اللازم للتخصيص على البضائع المطلوبة وتجهيزها. أخيرا الآن عمليات تدفق وتناسق المنتجات والمعلومات، وهو ما يعتمد على تكامل العمليات الداخلية والتعاون بين مكونات سيرورة البروسيس، هاي سيرورة التزويد والإمداد. وأنا الآن شراء الموارد الضرورية، يجب على إدارة التزويد والإمداد أن تشتري الموارد الضرورية بما فيها الموارد البشرية، والموارد الضرورية تشمل كثير من الأشياء إن لم تكن جميعها. عمليات التزويد والإمداد يجب أن تكون متسقة. أنا الآن عندي ضبط الإنتاج، كنترول، مهم جدا جدا، والبحث والتطوير الدائم عن سلاسل تقليل الكلفة بسلاسل تزويد وإمداد جديدة، ربما منتج جديد، ربما ثيرد بارتي نسميه إحنا، المزود والممد بالطرف الثالث. وعندي هون التسويق والبيع، ماركتينج أند سيل، مهم جدا جدا. وأخيرا التوزيع للمستهلك النهائي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة العظمى لكم، وإن شاء الله في مقطع آخر نتحدث مزيد عن التزويد والإمداد وإدارة التزويد والإمداد، ثم عن سلاسل التوريد وإدارتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.